معي للحديث عن تحديات الحاضر ورؤيته للمستقبل الكاتب والمفكر السياسي الكبير الدكتور أسامة الغزالي حرب. الكاتب والمفكر السياسي الدكتور أسامة الغزالي حرب حصل على درجة الدكتوراه في فلسفة العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بالقاهرة، ويعتبر في الأوساط السياسية والأكاديمية واحداً من أبرز الأساتذة وكتاب السياسة والمحللين مرموقين على المستويين العربي والدولي. بدأ أسامة الغزالي مشواره مع الفكر والسياسة كاتباً ومحللاً في جريدة الجمهورية ومجلة الكاتب، ثم مستشاراً بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، كما رأس مجلة السياسة الدولية، شغل عضوية مجلس الشورى ورئاسة حزب الجبهة الديمقراطية، وبعد عام 2011 ترأس مجلس أمناء حزب المصريين الأحرار. يعمل الدكتور أسامة الغزالي أستاذاً للعلوم السياسية في عدد من الجامعات والمراكز الأكاديمية، وللدكتور الغزالي عدد من المؤلفات أبرزها مشروع استشراق مستقبل الوطن العربي، مستقبل الصراع العربي الإسرائيلي، الأحزاب السياسية في العالم الثالث، إضافة إلى كتابه الهام مصر تراجع نفسها.